ويقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وتيجي تخش الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول سورة ما هي إلا 30 آية نافحت يعني دافعت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك. يبقى سورة تبارك ربنا جعلها سبب في نجاتك من عذاب القبر وسبب في دخولك الجنة. طب عايز أرتقي في درجات الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها بفضل الله.